السلام عليكم، معكم الفنان التشكيلي مرزوقي توفيق. أنا كجميع المواطنين المغاربة نزل علي هذا الخبر وكالصاعقة إذا صح التعبير. فتأسفنا جدا لوفاة ديال هذا الشخص العزيز على قلوب المغاربة، اللي ضحى بالكثير الكثير من الوقت دياله، من راحته، من صحته، لأنه كان إنسان مواطن من الدرجة الأولى. وهذا ما هو إلا دليل على حبه لهذا الوطن كجميع الأبناء دياله. فالمرحوم صلاح الدين الغماري هو أسف كاع المغاربة للرحيل دياله المفاجئ، وأنا قمت بدوري كفنان تشكيلي وأعطاني الله سبحانه وتعالى هذه الموهبة اللي هي كتعتبر كسلاح ناعم باش عبرت على المعاناة أو الأسى ديال شريحة عريضة من المواطنين المغاربة. والهدف الأساسي والأول وهو جمع عدد كبير من الترحمات على روح الفقيد، لأن الحمد لله السيارة لوحة متنقلة، واللي شافها لابد أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا كنضم الصوت ديالي للصوت ديال جميع المغاربة اللي كذلك كل واحد باش ساهم، كاين اللي ساهم بالبارتاج، كاين اللي تأسف، كاين اللي كتب حاجة اللي كتهم الشخص لا في السيرة الذاتية ديالو لا في العطاء ديالو. وأنا قمت بالعمل الفني كلوحة للبورتري للشخص، وكتبت الكلمة اللي كانت هي التالية اللي كيقول في آخر كل نشرة إخبارية، وهي مشاهدينا إلى اللقاء. أنا خديت ديك إلى اللقاء ودرتها باش نعطي واحد، ونحن كلنا غادي نلتقي إن شاء الله عند الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرحم روح الفقير. وإنا لله وإنا مواطن مغربي كنوجه التعازي ديالي الحارة لعائلة الفقيد، بالأخص الأم ديالو. كجميع المغاربة كنقوم بهذا كنقدم هذه التعزية للأم ديالو كما قلت بالأخص. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يصبرها إن شاء الله ويلهمها الصبر والسلوان إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.